وفي واحد دخلنا. يلا يا دمبة هتخلص بقى. زي ما انت شايف يا كابتن، بنشيش، بنلعب ورق، وبنناقش امور الامة. والله فعليه الامة. وانا اقول ليه ما انت ما تحمل الوضع. وانت شفت حاجة؟ عمر ايش المجنون ده؟ ايه في ايه؟ تيري ضرب نفسه. الفجر ده دايما بيعمل كده عشان المزة ايفا كارنيرو تحط ايدها على الجرح فيبرد. صراحة انا قرفت الحين بطلع. يخرب بيوتكم، ما يصحش كده والله. ده ايه الزحمة دي اللي عملتوه في الفيسبوك؟ هلعب مش هلعب، هسجل مش هسجل، ما تحلوا عني بقى. انا مرتاح كده، ده تكون قرف. العب يا دمبه.